السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدت التن وحدها، سمعتوا بها طيحة الحمالي؟ هذه هني كانت البارحة، طيحت حمالي طايح من البارحة باليوم أكثر عن 9 ساعات، ورقدتن وحدة على ينب، رقدتن وحدة علي. أنا ما أدري يوم ما أطلب والله كينج بد، نزيل كينج بد بوي بالواحد واحد يتدربح يصير شرق غرب هذا ها. كينج بد الكينج بد بالواحد يصير شرق وغرب، يعني في حركة. أنا طيحت حمالي من البارحة باليوم، لو على يم براقد ها على الطرف هذا، انزي سر شوي بالناك احترج. أبدا سلام ختلتن وحدة من البارحة الساعة 1:30 لين الحين. هي والله والعرب كلها ركود، كلها العرب راقدة، ما حد واعي لنا. زين شو اسوي؟ واعي اكثر من ساعه حين، ساعه الاربع حين، الساعه 8:30 والله هذا الشيء. وتميت عدل طايح في خاطري احكي شيء، لقيت تليفون حق صلاح قال الحين بين، لقيت تليفون حق ابراهيم قال الحين بين، كلهم وعيتهم ومنهج اللي ما نباه برايه. خلينا ابوي عنده اشغال، رحت ويا الكمبيوتر واشغاله ويردد على المسجات، ما نبي نشغله براي. ولا ابوي الباجي كلهم جايين الحين، حب كلهم منو عندي انا؟ ابراهيم وصلاح وهذاك شو اسمه والدريود. بنسير الحين بنزل تحت بنتريق ونعين من الله خير واحمل لجم دلتنا ويعني كان مساء جميل وانبسطنا وشفنا العرب اللي ما شفته من سنة دقيانوس كلهم شفته من البارحة. اسمي كيد بيمول شال الدنيا كلها من كل بلاد من كل مكان، الناس كلها بوي العالم كلها في دبيمول هذا استوى يا ابوكم. شفت المغناطيس؟ شفتوا الأول يقول لك كلت سمك؟ قال هي مصمص عظام؟ قال لا، قال عيل ما كلت سمك. ها كلت سمك؟ قال له هي مصمص عظام؟ قال له لا، قال عيل ما كلت سمك. والسب شو؟ ان ما استمتع. ودبي متعدته في كل شيء يا غير دبي مول، هذا روحه عالم اخر. دبي مول هذا عالم اخر، واللي ما يجي هالمكان ما يبقى. نعم اللي ما وصل هالمكان ما صار ولا يا الناس تعاني من اخر الدنيا لاجل هالمكان. سبحانك يا رب لا اله الا الله، كانك جالس تحلم يوم تشوف هالشيء الحين، انت كانه حلم ما تقول هذه حقيقه يعني. سبحانك يا رب والله يا ابوكم ما تقول هذه حقيقه، تحرى حلم خيال. الانسان اللي عايش الوقت الاولي والوقت الحالي ما يليج في العقل ولا يدخل في المزاج ولا يصدق، لا في الأحلام ما يتصدق إنك أنت تشوف هاي الدنيا كلها اللي أنا أشوفها حين. والله أنت خطرة في شرق وغرب في البقع هذه صباحا وحدة، ما في شيء من هذا كله، ما حلم. الله يرحمهم اللي ماتوا الأوليين، لو ينشون يطالعون هاي الدنيا بسم الله هاي ما ببلادنا حش علينا ما نعرفها، لا 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 نبدلها البلاد. لا والله ذا ربي يتحرون عمارة من الشوف الجنة حرمنا الشيء وخلاص الجنة. لا أبوي الجنة بعد غير أحلى. وأخي يكون عنده راقد في غيبوبة ولا شيات من سنين، من 30 سنة ما تعرفون حد طاح غيبوبة 30 سنة 25 27 سنة ونش، خبرونا منو هذا. والله لعنيله وأسولف وياه وأرمس وياه وأطالع وأقول طالع دارك شو غدت شو استوت. اللي عرف حد أبوي طاح في غيبوبة 25 ولا 30 سنة ونشى الحين خلوا يخبرنا، ولا جاينا يعني شيء في عوق في عينه وعقب برق، خبرونا منو هذا حق نصير نشوف يقارن. هذا هو اللي بيعطيكم المقارنة الحقيقية، نحن عايشنا وواكبنا التطور كيف كان وكيف أصبح، لكن لا نبي حد ما شاف، حد ما شاف لحق على الأول ما لحق على التالي غير التالي فجأة يعني من نشمة غيبوبة، ولا كان في حلم ولا كان مبصاحي ولا مدوخ ورقد وتونش يعني شيء في عوق العياذ بالله. هذا المنشئ لا تفهمه والله جني مازم روحي ما حد عندي تحراني أرضي لا إله إلا الله.
أرضي 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 كان حد حد يتم روحه. ليش أسوي؟ كلنا أبوي ناخر، كلنا ينخر ويدنخر. أنا أبوي ما في على النخيل، ما في أبوي على أحب يوم أرقد أختل ختلت الوحدة. هي والله غير نمونة درايشهم، درايش اللي عندهم هاي. ولا كأنك ولا كأنك في البلاد، لا لا تسمع حس ولا نس ولا شيات. والله يا أبوك ما اللي بيسوي يسوي من هالدرايش هاي ولايتيات، يعني درايش غير نمونها. والله يا أبوك ما تسمع، ما تسمع الصريخ ولا تسمع شيء. الدنيا ختلتن وحد، ها ختلتن وحد. والله يا أبوك مصوخن واحد، لا إله إلا الله. حشي أبوكم يلا حب الله جيب الدلع بالرمسكم. أعطرت عماركم من قبل يا غير السير هذا، يقول تو طايح يا ابن من هالبارحة حقي هدية زين. هي والله والله يا أبوكم روحي تحروني ساحر، خلي الباب ملايم حق اللي بيجي ما يدقدق علي، ما يدقدق علي، ما في حق يدقدق علي. ميتين اللوادم صلاح، ترى هذا اكيد انه هي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحبا العرب، رقود رقود رقود، استر علينا الله يستر عليك. رقود العرب ابوي رقود شوي شوي. صباح الخير، جود مورنينج. يا صباح الخير، يلا دخل دخل عليكم السلام. باج ابراهيم كل شيء لك، كل شيء لك، كل شيء لك عندهم في الفندق، وكل فنان وكل زين. بلاد بلاد هاي طالت عماكم. اخ عليك اخ عليك صلاح، اخ يدي عيال شو بع شو باكل زي. اصبر اصبر بعد ما لقى من الدل. حب الجمعه حب نسوي دلي جديدة همات البارحة. كل شيء فوق عن الفنان، والفنان عاد اللي ما فوقه فن ولا حد أخير عنه. اللي رمزكم يحافظ عليه. كل شيء زين عندهم، كل شيء زين، كل شيء زين، إلا الختلة هاي أو حكة غديعة هالنمون كان حد يروم يرقد هالرقدة. شو يسوي يسوي وياكم سوالف. انزين بو أحمد كيف حالك؟ رقدتوا زين؟ لا ما بسأل آمر هذا؟ إيه. بليز. إن شاء الله. نزيد ما علي، ما عندك مشكلة. عبني بلك بيضتين. اسمعني بنسي بنتريق حينه. خبرني ينخر ولا راقد سيدة؟ وايد. وايد؟ يناخر؟ كيف يناخر؟ ولا؟ ليش وايد؟ لا بس. I'm going to send you a video. ما تنام انت في الليل؟ لا 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 لازم بيكلم حرم ما بيربع. صلاح صلاح انت في بيبي حرمة؟ انا بيبي. انت كم عمرك؟ How old? 22 years. 22 فقير بعد ياهل. لا بابا مكلم فلات حبتي ما سلام عليك. سوي شو بالانستغرام؟ هي سوي ريبلاي مسج؟ هي نقول لك انت سوي خربة كلام. حرام صلاح خلي يرمسها لفقير. الحين منو يناخر انت له؟ هو كيف يناخر؟ ما يناخر هو. كيف كيف يناخر؟ كيف كيف انا ايه؟ انا سلام عشان صوت ما اجوع اسمه باباي انت صبح غسل فنايل والدلال وانت شو سويت عيال؟ بس تتفنيل انت ما بقايل انا بلجم الدله وانت بتغسل وانت ليه بتغسل الفنايل؟ وين المشاركه؟ نوم نوم حتى ارنشيت حنيه تفيزرت
ورمت تخبر على اللي ناخر واللي ما ناخر. انزين ما 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 خبرت منو ليه خبر لي تو عن الله العظيم ما بخبر يا ربي يا صالح. الماء بدا دافي الحين خلاص الحين وقت شوف نحط القهوه في غوري. ما يحطون الماء وهو حار يطبخ، لا من يفوح الماء حطوا القهوه، من يفوح الماء حطوا القهوه، يفوح الماء حطوا القهوه. قياس قهوتنا طالت اعماركم هذه قياسه فنيالين فنيالين من الكبار وياها شكل طيب. الله اكبر عليكم. عيد 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 يا ربي الحق جيب اربع. ايش اسوي؟ فرط الفنيال من اليدين، ايش نسوي؟ يلا اصبر. هذا فنيالنا ابوي ارفع فوق. شل ود شل الشوكه. هذا الفنيال الاولي وهذا طلعت عمرك. وي وي شوف الفنيال الثاني. شوف فرط الفنيال من يدي اول مره في التاريخ. هذا الفنيال الثاني. شوف لا اي شغل. يلا يلا ايوه ايه دق ايوه بس خلاص ما يبى صدعودي يعني. ايوه الحين طالت عمرك من يجلب الجلب الاول والثاني ثلاث دقائق. ليش يلا كان حد هي. الله العظيم يا صلاح انك انت مشكله. دقيقتين والثالثه طفوا عنه خلوها لين تركد الدله. ركد الغوري ركد متعني مصرف. خلي روحه بين نظف روحه بيت عبر كل شيء ما يخصك. ما روحه تسند انت تسند ارتاح ما يخصك فينا نحن. من يجرب قلنا لكم دقيقتين ثلاث وهي تطبخ القهوه. خلاص نشوا طفوا عنها. طفوا عنها الضوء ولا الكهرباء. لازم تقمش القهوه لازم تقمش. قبل ما تقمش ما ترون تطوي عنها. احب نرويكم تقميش ايش قالها. هذا الفوح الأخير بس يوم يقول قمشت الدلة. هذه تقميشة. هاي اللي تشوفونها هاي علامة الانضوي. خلاص الحين ناضي الدلة خلاص طفوا عنها. خلوها تركد ثلاث دقائق بالضبط لو خمس دقائق ونشوا وزلوها. وقبل هذا كله احنا بخبركم شو اللي يستوي. لازم هاي طقوس قميشة طالت أعماركم هي علامة الانضوي. شلينا الزعفران على ما تشوفون. أنا يعيبني الزفران شوي زيادة. لازم ها لازم يكسون الزعفران. ها ينكس الزعفران حق شو تبيك ريحته وطعمه يفوتخ يعطيك لون وطعم وفايدة أكثر. يعني لكن هو حطيت شعيرات الزعفران داخل الدلة ما يضر، لكن يعطيك ناتج سريع. لازم تشسه الزعفران. الزعفران ينكس ينكس. هذه هاي الطريقة يسمونها تشس. شو ايش غادي انا صرت وزدت الزعفران. ها بعدني شو السبب انا زيز لا تعيبني. يعيبني طعم الزعفران ولا يحطون شعرتين. لا ما حد يحط شعرتين الغالين. يحطون شعرتين هاك البخلاء شعرتين الزعفران هاك اللي ما يهون عليهم الزعفران. ما تشوف يدور عليه 40 سنة الكيلو عندهم ولا ربع الكيلو يدور عندهم ابوي. الاول الزعفران هاي معلومة لازم تعرفون. تدرون الاول كم كيلو الزعفران جيمته؟ الاول كيلو الزعفران 18 و16 و20 ألف قيمة كيلو الزعفران الأول. الحين اللهم لك الحمد من طاح التومان من طاح التومان تدرون الحين كم كيلو الزعفران؟ 5700 5500 كيلو الزعفران كيلو يسدك حول كامل. الأول يقايسون يوم الزعفران غالي الحين الحمد لله الزعفران رخص. لا ب 5000 5500 6000 هذا الشيوخ الملكي عاد اللي ما شيء النقيل للفنان ما حد يحط زعفران. لا يحطون ابوي زعفران. اللي ما يحط زعفران هذاك وايد هذا ابوي ما تهون عليه البيزه من البخل هاك ما من الاقتصاد
ولما بنقتص يعني ما زعفران والمسمار يقايسون ثلاث حبات خمس حبات بالكثير المسمار. هي وهي نسبة يعني أذواق، هي في كل الحالات أذواق. أنا أحط المسمار أربع حبات لو خمسة فصوص مسمار اللي هو القرنفل، والقناد اللي هو الهيل خاشوقة صغيرونة، والقهوة فنيالين مياه شات من الكبار. ولازم على فكرة من الموروث والعادات والتقاليد أن الفنيال اللي قايسوه به القهوة يكون مثلوم. مثلوم الأول يتقهون، العرب يتقهون ويتم عندهم فنيال ما يعقون يوم ينثلم. الثلم يعني ما أخذ برده من الطرف هذا مثلوم، يعني ها ما يتقهوا به، عيب أكبر عيب. ما يعقون الأول شلو قالوا قايسوبه، قايسوبه الشكر، قايسوبه طالة عماركم القهوة، قايسون بالفنيال القهوة والشكر، حطوه وسكروا عليه. هي هاي من الأشياء القديمة. الفنيال الجديد ما يحطوا ما يقايسوبه، لازم مثلوم، لازم ما يحطون الجديد، الجديد المثلوم هو اللي حطوه، استقلوه ما عقوه كجرة الحين يعقونهن. ماركم القهوة زاحبة وحينها. أنا ما تيوزي لي القهوة الرفيعة، تعيبني القهوة الغليظة، ما داني الرفيع أبدا، تعيبني القهوة الغليظة. أحوال طالت عماركم. يوم التفنييل ويابوا القهوة أول بادي اللي بياكل خد الخنيزية ولا ابتدى في الخنيزي مثلا، أو ابتدى في الخلاص أو في أي نوع، من عقب كل رطبة نوع من أنواع الرطب لازم يشرب يتقهوى يتفنيل. خذ الفنيال الأولي وخذ الفنيال الثاني عقب كل من النوع الرطب الثاني. شو السبب؟ عسب تخلف الطعم بين الرطبة هذه والرطبة الثانية. هذه الحين هذا الخنيزي وهذه أم الدهن. أم الدهن في حلاوتها تزيد حتى على الخنيزي من كثر ما هي حلوة. حلوة وشيء بعد رطبة مع من غير يسمونها الحلوة، بعد رطبة يسمونها الحلوة، بعد زادت دبلات عليهن كلهن. Good morning يا أبو خليل. صباح الخير. سعد لي صباحك. وصباحك. كيف كان رقادك البارحة؟ لا الحمد لله رقد زين. رقم واحد. يا الله. هي والله. نشينا بدري. هذا حبيبك وصل. ليه؟ مبسوط؟ مبسوط؟ رقم واحد. إبراهيم إبراهيم هذا إبراهيم. إيه. الحين شو الحين قلت أنت؟ تبغى يصير ويانا المغرب؟ أنت حين المغرب ولا بانكوك؟ ليك على بانكوك بيموت على بانكوك بيموت على بانكوك. لكن الحين بانكوك حبيبي وايد كورونا عندهم. واحد ثاني بنسير إن شاء الله، بنسير بنطالع لنا بشي بقعة شيء. وين عاد العلم عند الله؟ ما بحينه عقب العيد. العيد ما شيء باجي عن العيد. إبراهيم كم باجي؟ ظلني 8 أيام حبيبي. خلاص هلن العشر، هلن العشر. شو القهوة إبراهيم؟ لا ما شاء الله صب فنيال حق عمرك. لا بس ليضة. أنا بشوف اللون القهوة شو لونه تراني. هذا نحن لون قهوتنا خمري، بس نحن هذا لون قهوتنا، لون صبة الدلها شوية غادي لون خمري. ما تعيبني القهوة يوم هي قارة ولا تعيبني يوم هي بحلقة، هي لا القهوة خمرية لونها بني على خمري. كم فنيال خدت؟ واحد بس. بنيس في اللوبي بنت قهوة شويون، بنيلس بنسول بنشوف العرب، العرب بتشوفنا برد. وهذا أنا أيوة ما طايق أقولكم 18 17 سنة جليل عمرها هالنعال. يا ربي النعال ما اختلفت، لكن أسبوع الريول تغيرن الكبر الكبر يا أبو محمد الكبر 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 الكبر. إبراهيم ودر الرجيم عنك، ها ودره الرجيم.
ليش؟ وايد ناقص. لازم احسن يعني؟ احسن صحيا لكن كشكلك انت احلى يوم شوي فيك حال. والله اي والله الانسان يوم يضعف وايد وايد ما بزيد. زين هنمون بسك لا تنقص ولا تزيد. ان شاء الله. حاضرين. يا صليح هاو ار يو ماي براذر؟ رقم واحد. هذه منو؟ كيف؟ منو هاي صلاح؟ واتس يور نيم؟ اي تعرفه؟ اي لا هاي ثاني غير عن الاوليه. وير ذا اذر جيل؟ اها يا بليز احب اتيك ربيعك. عرفت صلاح؟ شو تبغي تشرب خلاص؟ كوفي ولا كركش؟ خبرها خبرها. تركيش وكوفي يلا. عندهم ابراهيم ترى مسك الحرمه. اقول لكم هم عندهم بوفيه، بوفيهم غني الدنيا والدين في الاكل. يا غير نحن طالع حماركم من اليهم نحب نجلس نار المسك. For me, yes. Americano. Very hot, Americano, very hot. Extra hot. You still remember? Yes. You lose a lot of weight. I lost weight today. We're a big juice now. Why? Why you? Arab Allah, come on, man. Hey, Allah. أقول لكم فيبونا من كل شيء ويحطونه شوي شوي صحيناته على ما تشوفون على ما تشوفون. جبن شويون ومن هاي الخبز كم من نمون ومن اخر حمص وما حمص وحن بيبونا الاومليت هم اومليت الاشياء هذه فنحن شي نطلب بلا ما نصير كل حد يشوقه يبون لنا يعني بهالطريقه. This is for ايوه. What about me? For you, vegetable omelette, cheese, classic. Thank you, chef. Thank you, fish. Fish, chef. For Salah, what you brought for him? Spicy or not spicy? No spicy. Aywa. For Baba Khaled? Spicy, very spicy. Very spicy. Ibrahim medium spicy. هي والله. اصبر زي خليه يتريق الفقير. خليه يتريق القو حار ضو. ضو صلاح اصبر شوية. صلاح صلاح الو حار حبيبي حار. حار اصبر شوية. صلاح يا ابوكم ما في صبر. صلاح حبيبي حار ضو. انت ما مخلي المجال. صبر شوي لين يبرد شوي دقيقة. من يبرد خلي الريع الفقير يتريق. كل شيء فيه بما فيه الجبن والسبايس زيادة على اللزوم. إبراهيم طلب الأومليت ماله فيه كل شيء لكن الفلفل قليل وعلى يم عسل عسل وبيض وفلفل يعني مرد فيسه. بيض وعسل كيف إبراهيم؟ ونسيت أبو حمد دول برا. هي كنا لذيذ. سويت نساور. إبراهيم. المتعارف عليه عند العرب الأوليين يعني عند اللي أنا أعرفه ما يخص في الناس اللي ما غيره يوم حد يسوونه يسوي هالنمونة قالوا له شو هالصواط شو هالصواط هذا عبارة صواط عند الناس اللي أنا أعرف لا أنا التعليق كتعليق يعني هي يقولون هذا صواط عسل وبيض فاهمني هاي يسمونه صواط شو يا ربي يا ربي منك يا صلاح يا ربي منك.
كل يوم بالفندق؟ لا عيبني الصواب عيبني الصواب بداخل العافية أبو توفيق بداخل العافية الورد صلاح ما حد يربع وراك أستا أستا هذا هاي معجبين صلاح ما شاء الله عليه صلاح صلاح تخبر أقول أنت منو أنا وصلاوي لا صلاح عيناوي اليوم بس اليوم 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 جلب وصلاوي يوم يدبي يستوي يستوي عيناوي لا يقول عشان ماك جاي ماشي كورونا من علمك فيصل انا علمتك مرحبا مرحبا ولد العم تعرف الريال ابن مال لا والله مدام هلو وات از ذس وات از ذس وان كود وات از ذس وان كيكيش والله واو صلاح كسرت يديه الفقير كود 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 جا بيبي هاي ذس وان ايوه اسمع شو تقول لك اسمع اسمع فهمت شو تقول لك شو لا تقول لك حطت سناب شات مخصوص علشان تشوفك عربينا فهمي ابويا عربينا فهمي وتقول لك سوت سناب شات عشان تشوفك يا مرحبا ابو خليل يا مرحبا ابو توفيق والله مرحبا 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 الله يرحمك تقول لك باي باي و سي يو تومورو هاي فايف سي يو تومورو No, no, there is one guy, he's from Morocco. Oh, wonderful. Oh, today is not here. I mean, I'll tell him. Asmeh. I'll tell him that you are here looking for Amin. Okay, so have a good day. Bye. كسرت يديها الفقيرة. الحلوة بعد المرة ثانية. حبة حبة. هي. شوية شوية. هي. بعد مرة. بس. بعد مرة. حبة. هي شويه شويه وبعد بس لا بعد مره حبس خلاص لا بعد اخر مره حبه حبه هي شويه شويه مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور من هالمكان الجميل ياسين انا ابراهيم توفيق وصلاح في اللوبي مال فندقنا المميز اللي هو فندق قرب الله تطع يجلب اللي هو فندق طالة عماركم أدرس داون تاون أبسولوت فت أبسولوت فت هذا كلكم تعرفون البراند أبسولوت فت برنامج منسق عالمي معترف فيه مسوين لها إعلان من متى من قبل 3 سنوات وردينا سوينا إعلان يمكن بعد 3 وديات في خلال هالثلاث سنوات لكن أول إعلان كان قبل 3 سنوات ولاقى استحسان وقبولان شديدان عند المجتمع في الشرق الأوسط وفي الخليج فاستوى تفاعل من الجماعة كلهم واليوم جايين ييت راعية البراند هذا اليوم لجل الحين خطف من الإعلان الأولي 60 يوم هي عادة تستقبل 60 شخص يكون تحت إشرافها إشراف طريقة يومية 60 شخص اللي يتعاملون وياه ما تسوي حق 70 و80 نفر لا اللي يشتركون فقط في البرنامج 60 من تكتفي بال60 شخص عيل خلاص تبند ما تأخذ اشتراكات ثانية عسب تكون تتابع وياهم متابعة شبه مستمرة ليل بنهار أونلاين
فتوافيهم شو اللي يبون شو ما يبون شو يحتاجون شو متابع البرنامج هو ما بلا مكملات غذائية وتستعمليه وطريقة ونمط حياة جديد عليك لا متابعة فرق ترى شيء جيم شيء نادي شيء نادي شيء مكاين للتمرين لكن الترينر يومكم موجود للترينر هالشيء آخر أختنا الغالي العزيزة وفاء السلام عليك وعليكم السلام محمد تفضلي شو بتفيدينا بتكلم عن المنتجات نعم المنتجات هي سويسرية نعم 100% نعم مرخصة من بلدية دبي للمكملات الغذائية ما في منها أي أضرار جانبية نهائيا كل واحد من هاي المكملات يلعب دور في إنه يساعد على تنزيل الوزن نعم يعني مثلا عندك اللي هو الستيت فات بيرنر اللي هو اللون أبيض نعم يساعد حرق الدهون بالأماكن الصعبة وأماكن تركزها نعم في عندك وايد فوايد ثانية بس هذه مميزاتها نعم عندك هذا الوردي خاص بالنساء نعم والأزرق خاص بالرجال يعدل يساعد انه يعدل شكل الجسم وفي عندك هذا الاحمر اللي هو يزيد معدل الحرق قبل الرياضه نعم يساعد بهالشيء فالبرنامج جدا سهل انا طالت اعماركم قبل فتره كان وزني وصل الى 94 الى 94 الحمد لله رب العالمين انا ما اقول لكم التزمت الالتزام الكلي اللي هو 100% اكل اخمخم كذب خيبه اخمخم قريص شوي مني منك لكن من عقب المغرب ابتديت يعني أخف زيادة على اللزوم الأكل فلله الحمد حاليا وزني وصل إلى 89 يعني نزلت تقريبا ما يقارب 5 كيلو والفضل لله سبحانه وتعالى ومن ثم للمكملات الغذائية والفيتامينات والاهتمام بالصحة والرياضة والمتابعة المتابعة من الشخص اللي أنت تثق فيه وفاء ما شاء الله عليها مجتهدة وهدفها من بعد الاجتهاد هذا وهو النجاح ما بحاطة تارجت هي ولا لا النجاح ونجحت فلذلك الحمد لله رب العالمين وتغطي العديد من الأسر والعديد من المتابعين عندها والعديد من الكلايمز اللي هم تشرف عليهم ولقوا نجاح كبير واستفادوا اللي تم متابع والتزم الالتزام مش معناته انك انت تحرم عمرك من ملذات الحياة لا في ايام شيء مفتوح شيء مع المكملات الغذائية والمتابعة المراد وفاء بارك الله فيها شخصية جيدة وممتازة وبارك الله فيها ما تقصر وسعر المنتج شو سعر المنتج وفاء سعر المنتج بالنسبة للي في السوق نحن ما بنقول سعر حين اللي بيتواصل وياكم بالنسبة للنتيجة وايد مقبول يعني النتيجة اللي بيحصلونها بدون أي كورس هذا اليوم أنا باخذه وإن شاء الله بستمر عليه وإن شاء الله أبشركم أني بيوصل وزني في خاطري في خاطري عن خاطري إن شاء الله أني بروم أني أنزل لين 83 لازم أنزلهم هاي حوالي 10 كيلو لازم ينزلن إن شاء الله إن شاء الله أوردي حين نزلن طال عمركم كمان 94 تقريبا حين أنا أصبحت 89 أمس والله أول أمس كنت 88.7 اليوم رديت شوي زدت البحر خمخمت شوي شو أسوي صرت مطعم وخمخمت شوي زيت تهلعت بيني وبيكم المراد إن شاء الله من حين هذا اللي تشوفون الإعلان هو حي وحي وبيع مسابيح هو إعلان وهو أني أنا بستعمله إن شاء الله إذا الله راد ولكم تشوفون النتيجة إن شاء الله تبهركم في خلال الأيام الجاية إذا الله جعلنا من الحيين أنا هذا بيكون استعمالي 1 2 3 هذا نسائي صح؟ هذا نسائي هذا نسائي هي. هذا بعد الأكل هذا شو ليش هذا بعد الأكل؟ لأن هذا يمتص حاجتك من الوجبة ويطرد الباقي هذا وايد زين ويساعد بحرق الدهون بالأماكن الصعبة زين وهذا؟ هذا قبل الرقاد بعد العشاء ليش؟ هذا بعد عشان يخليك تنام مرتاح عشان يعدل شكل الجسم يساعد بأنه يعدل شكل الجسم زين
هذا وهذا بتستخدمه قبل الرياضة أبو محمد. فات برنر يساعد في حرق يعني الدهون. إيه. يزيد بمعدل حرق الدهون في الجسم. تقريبي. يعني إيه. مثلا لو أنت قبل تحرق 200 سعرة حرارية الحين تحرق 400 سعرة حرارية. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. مع الالتزام. هاي والله أنا أقول لك التزم محمد. طالت عماركم كورس حقي أنا هذا رجالي وهذا الكورس الثاني بعد رجالي هذا واحد حق أبو خليل تفضل هذا هدية من من أختك وفاء شكرا شكرا ما قصرت في وفاء وهذا طالت عماركم حقي أنا وهاي اللي جايبينهن بترد تشيلهن وياها شكرا بنتنا العزيزة وفاء الله يسعدك وبارك الله فيك والله لا حرمنا من خدماتك والله ياجرك قبل ابوي الدلة ابراهيم وصلاح الا فين يا ساير فين يا ساير فين يا ساير فين يا الياي لين سربوها تسريب مره ما تم فيها شيء القهوه نشينا نقمنا دلة من يد ويديد ها هي بيقول لك قمشت هاي يوم تقمش يظهر شرات القماش الفقاعات هاي شرات القماش يعني مره زاهب زاهب القهوه رقم واحد ها. سكرنا بعد شوي يحب بنزل القهوه صلاح نعم رقدت زين؟ جيلة رقم واحد رقده؟ الدود جيلة أبو خليل قيلته؟ الحمد لله تقيل زين ولا عادي؟ قيله لا لا زوين زوين نص ساعة ولا ساعة؟ نص ساعة زين قيله الحمد لله إبراهيم وين تبغى نتغدى مطعم عربي إيراني هندي بنجابي مدراسي شو تبى وين؟ والله الإيراني زين أبو محمد تغدى إيراني؟ إيه أكيد delicious حاضري ها صلاح نعم مطعم ايراني ولا هندي الهندي ولا ايطالي داي لا لا ارساك على بر واحد باي ها باي شو باي وباني شو بعد على قال بس قال باني ها وين هني هامور هامور يعني تصير خلاص مطعم ايراني ها مطعم إيراني؟ يلا توكل على الله يلا سولف ويا بنو السنا شو قلت لهم عاد اخبرهم عن انه تريقنا متاخرين والحين عاد غدانا عكس الناس هي والله ما بضاري لك انا اليوم عاد شيء استثنائي شوف الله عليك العالم ها. شوف العالم ها ها ذات الدابة ما شاء الله ما شاء الله لا تقول ابوي يودهم حر ولا غير حر لا يودهم لا حر ولا غير حر عن التمشي خاري ترى على فكرة ما شيء حر حر اللي هو حر موت ما شيء 37 35 34 كانهن ولا ما يندر لكن ما شيء زود حر زود حر ما شيء اللهم لك الحمد دق أي واحد يلا يلا دق لوبي لوبي لا لا ايوه صح 100% صح إيه. يا ابوك متحسر كان بيذبح صلاح الحبيب بتذبح انت بتسوي تذبح تصلاخه متحسر عند درعانك هذا لصلاح هذه لصلاح صبر خلني هنا شويه طالع الو هذه مشاويه هذا حق صلاح صلاح نعم يا حلوه الله 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 بعد حتى هذا حلوه وين يا الحلا هذا ريشه لصلاح الله الله نزل شوي هذا خبزهم قلناكم عنه هذا خبزهم اللي يجيب العافيه الله هذا السبيشل هذا ما بالسبيشل فيري سبيشل سبيشل ويحط يخبزونه ويحطونه على خبز كنكري حتى خبز كنكري حصة كنكري يحطونه يخبزونه على كنكري شريته
في منتهى الروعة. الجنة كلمة الجنان قليلة عليه. هذه القهوة حق منو؟ حق منو القهوة؟ شو اسمها القهوة هذه؟ قهوة تركية، هذه سبيشل حق صلاح. صلاح سألت أنت من وين؟ أنت وين أنت؟ أنا؟ إيه. خلاص قلناها مرة واحدة. ما نقولها. من وين صلاح سأله؟ أنت وين؟ من درعا. قرعة. لا ما بقرعة، درعا. هذه مراكو. صلاح صلاح هاي البنيه من وين عدالك؟ انا من موكو. موكو يا الله هذا العوق انت كل بلاد ينساها الا مراكو ما يجيبها صح صيده. اقولكم تخبزون على كنكري. شوف الله عليكم تنور طول طول عرض عرض. يوم ريدي يجيبها خبزه. شوف ظهر ماله باك. شوف غير نمونة خبز غير نمونة. Thank you. يلا السلام عليكم. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور وريحة فوح العود اللي ما شراته عود في الدنيا العودة. أنا حين طالت أعماركم جالس في نص كنز. سمعتوا به الكنز؟ الكنز هذا اللي تشوفونه كنز من كنوز الدنيا. هذا كنز من كنوز الدنيا أشكال وأنواع. وهذه كسرة من أفخر أنواع الأعواد في الكون في الدنيا العودة. شو اسمه هذا النوع؟ هاي فيها الكمبودي الغالب وعندك الماليزي. هذا احنا بنربس عن هذا. هذا فيه كمبودي وفيه ماليزي. العرب الاول يقولون يوم تبي تعرف كسرة العودة طيبة ولا عادية ولا من الفاخر تبرج فيها. ها طرطل عيونك ان دمعت عيونك ترى هذا عود مال سربجي. ها وما دمعت العيون عرف ان هذا عود ما عقب عود. العود اللي ماشي عقب عود في الدنيا وهذا على ما تشوفون. هذا العود اللي يتناع توبه. هذا نوع. هذا يسمون العود العايم. اللي يعوم. اللي ما يغفي. لا. يصك شرات البلد. يصك شرات البلد. وظاهر من غزر مال. ما بعادي ولا بياعي ظاهر من غزر مال. ما بمال سربجي ولا بمال مال اللي هي أسعار عادية. لا هذا له ناس مختصين فيه اللي يرومون. ما بقضية اللي يرومون قضية له زبونه وله ناسه. ما له ناس معينة اللي تروم. ما بلا تروم تاخذه اللي تطرب وتعيبها ريحته لأن غالي الثمن إلى أبعد الحدود. مش عود عادي. مش عود غالي ثمن. مش أي إنسان يروم يقتني. هذا على ما تشوفونه. شوف الكسرة من أول ما حطيناها لين الحين وهي تفوتخ. ما بأول ما تحطها ريحة خنينة وعقب تختلف ريحتها. لا تغلي حراقة. ريحة الجودة من أول ما حطيناها لين الحين وهي تفوتخ على ما تشوفون. أم سلطان أعطيني أخبارها اللي في جفك. هذا العود طال عمرك غطاس. هي. كامل ينزل تحت الماي ينباع طال عمرك بالجرام. شو معنى كلمة غطاس؟ إنه ينزل تحت الماي. شو اللي أفرقه؟ كثرة الدهن اللي فيه ينزله تحت الماي. رويان يعني. هي رويان ما في خشب. أيوة. يعني الكسرة الوحدة كأنها قطعة دهن. سبحان الله. شو مصدره العود؟ شي بلاده؟ ها كمبودي. كمبودي وفي ماليزي. خلط يعني؟ نعم. مثل غالب كمبودي. هذا نوع واحد.
نعم. وهذا؟ هذا أرياني أندر ووتر بعد. إيه. اللي هو يسمونه غطاس الثقيل. أيوة. الدهن اللي مبين فيه. هني بعد يكسرونه بس يبين الدهن اللي فيه. هذا اللي من أندر أنواع الأعواد وشيء غيره بعد عندهم هالحين جايبين سنابل هذا النوع الكمبودي الكمبودي وهذا هذا ماليزي هذا نوع ماليزي قديم ترنغانا هذا حين الثلاث قطع هايل كيلو نعم كيلو كيلو هاي اللي تشوفونه ثلاث قطع هايل عبارة عن كيلو نحن ما بنتدخل في الأسعار الأسعار خلاف أنتم من نحط لكم حسابهم أنتم تشيكوا وياهم بحسابهم بالإنستغرام وحسابهم في اللي بنعطيكم إياه بروحوا بتشيكون وياهم وهذا شو ملعون هذا كمبودي فصيلة نادرة أيوة على فكرة الأسعار تتراوح فوق من 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 أقل شيء كم أقل شيء 15000 هذا من 5000 درهم لين 250 هذا كيلو 250000 درهم هذا الكيلو 250000 درهم من أندر وأجود أنواع الأعواد اللي يوجد على الكرة الأرضية من النوادر تلقط هالنوع الموجود اللي حين دخلنا منه القطيع هاي له كبير واللي لين حين تفوت تباكره لين حين تعططها هذا شو قلنا؟ كمبودي كمبودي الشاعر الأمير خالد الفيصل ما قال عيلة كل شيء لكل بضاعة وسوقي لكل بضاعة شراي مختص بها ما حد يستسهل البسيط البسيط أمر هين في متناول الجميع لكن الغالي الغالي ما يروم عليه أي حد ما حد يدور الشيء العادي العادي له ناسه والخصوصي له ناسه وهذا على ما تشوفون له ناسه ناس معينة ما بكل حد أبوي يروم على الزين أيوة هذا يقطر 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 من أطرافه شوف الله عليك والوحدة تحرونها بلد هاي عسلتي يسموه الغطاس يدم يدم طالت عماركم نوع كمبودي اللي هو هذا 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 من أجود وأندر بعد أنواع الأعواد هذي تشوفونه طبعاً حينه شو الفرق بينها وبين العود العادي هذا شوف طال عمرك أبو محمد يوم كسرناها اللون الداخلي والخارجي واحد معناته أنه مش مصبوغ هذا شوف اللون الداكن هذا هذا كله دهن سبحان الله سبحان الله شوف الجودة هي لكن أبوي بغلى الأثمان هاي يقولك ما تنقزل السمين لكن يوجد النوع العادي ويوجد النوع اللي هو على ما تشوفونه هذا يا سلام فرق بين ريحة هذا وريحة هذا هذا عود من الطيب النادر وهذا عود من الطيب النادر يا غير هذا شيء وهذاك شيء آخر كلهن ريحتن طيبة وكلهن ريحتن والنوعين النوعين ما يحرجن في العيون ها يا رب عاد أنا منو بيني بدخن بهاد العود الطيب والله يا أبوك لو منو الله أكبر أنا العادي ما أروح أدخن بحد ما بالك أنا الله أكبر حشيبك ما أروح علي ما أروح على جيمته أنا أبو بميات الله لا في أبوك أبوك ما تنقز إلا السمين إيش بربر جدا برازي عجم شيراز منو يروم أبوي ما حد يروم الله أكبر يا أبوك يسدني بس إلا طالع حجي طالع شوف العين أم سلطان وأبو سلطان واحد منكم يجاوبني هذا حين ريحة عود هندي من اللي بالقرطاسة هاي اللي تونا ظهرناها هذا طالت عماركم ريحته تشل وتحط هذا للاستعمال اليومي صح أبو سلطان نعم صحيح إيه
شو اللي يفرق هذا عن غيره؟ هاي يفرق في ثبات ريحته، في الدهن اللي موجود فيه. شوف الكسر، هاي الاستعمال اليومي. نعم هاي الاستعمال اليومي، لكن ريحته يا ابوكم غير نمونه، ترى ولا واحد من هالعواد اللي تشوفونها ريحته تشبه الثاني ولا واحد بالمية، ترى كل من الغالي ما شيء من العادي، كل من اغلى واندر انواع العود. فلذلك ابوي اللي بيشوف قابضنا هالثلاث كسر اربع كسر قابضنا في ديه، هذه يسوون عليهم تيست، ترى تجار وقت المزايده، وقت اللي يسوون حيصيرون يسافرون لين اخر الدنيا عسب شو عسب المزايدات على الانواع هذه من العود. هذا اللي تشوفون ثلاث كسراتين يسمونهن بنانة، نوع البنانة نوع الكسرة، نوع الكسر يسمونها بنانة. فلذلك تلقط يسوون عليها مثل اللي يحرجون عليها مثل مزاد، فتطلع أسعارهن أسعار خيالية والسب شو بس من الشكل. ونادي ناهيك عن الأشكال هذه اللي تشوفونها، كل نوع من هالأنواع يسوون عليه مزايدات فتطلع أسعار بأرقام خيالية. فكل شوف بلعي شوف ابو محمد تفضل، يكسرون من العود أساس يتأكدون من نسبة الدهن إذا كان فيه صبغ ولا غيره. شوف كيف كسره، هذا يبين لونه أن معناته دهن داخل الخشب. ما شاء الله. سلطان أبو سلطان، وين عرفتي هالمهر أنتي؟ أنا والله تعلمت من أبويا الله يحفظه ويطول بعمره. على فكرة الجماعة هاي يرانا الأول، ألو ها الأول يرانا، ترى مدينة زايد يرانا، بيننا وبينهم هم عالي بيت قوم حياة ثاني بن مرشد، بين بيوتنا بين بيتنا وبيت حياة ثاني بن مرشد بيوت قب الكداس مثل الفريج هذا. غير ما يبون يقولون هم شو اسوي، حاولت لين قالوا لنا شو اسوي. ما شاء الله عليهم عندهم اشياء من النوادر على فكره، ويوجد عندهم اشياء اندر بعد عن هذه، توجد عندهم اشياء اندر عن هذه، أشياءهم اللي موجودة بعد من غير عندهم في البيت أشياء أندر عن هالنوعية اللي أنت تشوفونها، وغير 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 عدة عندهم تقريبا كنز من كنوز الدنيا من الأعواد الفاخرة اللي ماشي شرات أعواد، وكلها أشياءهم زينة وفنانة. من العود للميلس العادي استعمال اليومي، وشيء لا للأفراح، وشيء للمناسبات، يوم بي ضيف يقولون عنه الضيف اللي شوفه منوه، شوفه منوه، يتمنون شوفه، للعرب تتمنى شوفه الضيف هذا، تعرفون هذا يتظهر لابن هالنوع. وتنحط بوية على المدخن، ها تازم تدخن من شرق وغرب، يقولون ظاهر من أطراف المدخن، من براطم المدخن تفوح العودة، حطوا طيئة الضوء ظهرت العودة من براطم المدخل من شرقة وغربة. هذه عادة حق منو تتظهر؟ ما تتظهر أبوي إلا للي شوفه يجيب الغناء شوفه. العود هذا الهندي اللي تونا تدخلنا من اللي قلنا لكم ما استعمال اليومي، ظهرنا ثلاث أربع كسرات من كل نوع، من تحت من شرق من غرب، وما تخبر أقول لك كل نفس الريحة ونفس التفوتيخة ونفس الثبات. قال لي لأن كل هذا منقاي ومغسل ومنظف ومعدل متعوب عليه، يعني روحهم يلسون عندهم عمالهم روحهم في البيوت ينظفون الشوائب اللي عليه، فمن كل 10 كيلو 15 كيلو يصفوا لهم على 3 ولا كيلو وين ونص أو كل 3 كيلو قاصر زايد. فلذلك هذا صفوة العود، مش عود عادي لا، صفوة العود. هذا النوع شو العود؟ هذا جنوب تايلند نادر على حدود كمبوديا. هذا النوع كمبودي خنينه زين. وهذا مالينو نادر، قطع الصك حق المداخل حق المعاريس. ايه وهذا ماروكي كسر مباخر استخدام يومي. ايوه زين. وهذا عود هندي انفال، ريحته نفس العود الهندي الاولي، مش شرات ليه في السوق ريحته نقلند ولا أسام، ما في ريحة خشب، خنينة، في أحجام كبيرة وفي أحجام صغيرة. تبارك الرحمن، ترى قلنا لكم كل شيء وله شيء. يا مرحبا أبو سلطان. الله يحييك أبو محمد. الله يحييك، أنا أحبك على فضله. مرحبا أبو سلطان، هذا دهن عود هندي، وهذا دهن عود كمبودي، وهذا الورد الطائفي نخبأ له. هذا طايفي، هذا طايفي
على بطنه وظهره. من اللي يمهد اللي يرد بخضره هذا اللي تشوفونه. طايفي من أندر أنواع الطايفي. وهذا دهن عود ما عقب دهن عود من رمستي أنا يا خالد بن أحمد بن عبد الله الخالدي. هذا دهن العود. هذا دهن العود الهندي. أنا هذا اللي أنا أحب ريحة دهن العود الهندي. وهذا له ناسه يحبونه. أما الطايفي فحدث ولا حرج. لا يختلف عن هالجودة اثنين. ما شيء كلام ثالث. نوع واحد هذا اللي تشوفونه أجود أنواع الطايفي اللي بحياتي روحت ريحتها. سلطان شو العود اللي عندكم كل الأنواع أريدك تجرد لي إياها مرة واحدة. الأنواع نفس ما أنت صورت أبو محمد الحين هذه لك كلها الموجودات الكمبودي وعندك الماروكي وعندك الهندي. نعم. وعندك الهندي طبعا بأنواعه. نعم. بالإضافة إلى أنواع كثيرة من الفلبيني. شو النوادر؟ نوادر نفس ما تشوف أنت أبو محمد هذا واحد من النوادر اللي موجود. وشيء أندر عن بعد؟ فيه موجودات لكن بنعرضها إن شاء الله لكم المرة الجاية. نعم. وبالإضافة إلى هذين النوعين. هذا اللي يعتبرن من النوادر. هاي ثلاث أنواع واحد اثنين ثلاثة. نعم. هاي من أندر الأشياء. نعم. عيل اللي توني روحت ريح تأكل في الكيس هذا ريحت وايد خنين بعد. هذا هندي نفس ما قلت لك أبو محمد. أنفال. نعم. الاستعمال يومي. استعمال يومي. هي. ولا مناسبة. هي. لكنه ريحته كيف بينت عندك لأنه منظف. سبحان. إذا العود يكون منظف تفرق ريحته. طالت عماركم دهن عود كمبودي عمره 45 سنة وهذا. هذا نوادر الهندي يعني. بس النكهة هذه فقط عندنا نحن موجودة. هذا ريحته تضرب في خمرة الرأس يعني دهن العود الأولي. دهن العود الأولي اللي ما شيء عقبه دهن عود اللي أنا أوقع عليه. أقول لكم رقم واحد. أما الطايفي فحدث ولا حرج. من نخبة النخبة الطايفي. شو ليش مزعلان أنت؟ شو ليش زعلان صراحة؟ ما بابا قول لك تاني سبا ليش؟ أنا أقول لك لازم سبا سوي جديد دورك برا. نحن بنصير دبيمون نحن؟ بنصير كشرة؟ أنا بقى اثنين سبا تعال سبا اثنين بعد ماي بلاش ما ببيزات. الماء بلاش صراحة. إن شاء الله. كذا سبا حبيبي سبا جابي خليه فلا جاي. أوكي بس ما في. ورطب بالا طول. حتى هنديك يعني عشان ما تبي تسبح؟ لا بلا طول. لا 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 حبيبي. نحل بيت خذ بيت خذ بيت ان شاء الله يروح خدامه نح خدامه نح اوكي خدامه خدامه الحين شو تبي اتصل اخر كلام خدامه له مو كلام له اوكي خدامه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما يحتاج زعل. هذا كله عسب سبوح. هذا كله عسب سبوح يا صلاح. خدامه نح انت زي وخدامه ما حد يبقى قافله مسكر الول منو خدامه بلاها سكر باباي مسكر الموبايل راقد فقير ما ترقد؟ لا انت خدامه كذاب وفيصل كذاب شو السالفه؟ تليفون صلاه الحين سوي تليفون الحين تليفون ما شوف منام شوف سكر كذاب لا ما في شك كل زعلان 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 يا صلاح انت تقول ما هكو رن التليفون يا ربي يا صلاح هل تقول مسكر التليفون ها يرن التليفون تقول شو بتسوي الغداء شو بيتغدى باكر شو اسمها هي همانه ها همانه شو بتغدين صلاح باكر شو الغداء الغداء يلا ليه تبى بتسوي له تبى مشبوس هامور لا ها من انت باي 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 شكرا
عفان. شفت ليش تكذب تقول ما ترد على التليفونات؟ ما بسكت. بعد تكذب؟ ما بسكت. ياسين انا وكابتن صلاح. وينك؟ كابتن صلاح وكابتن فيصل وكابتن ابراهيم توفيق. ابراهيم توفيق طالت عماركم وجه لي سؤال. ايه غرب الله هالمطع يجلد. ايوه شيء مطع. ايه شو السؤال ابراهيم؟ واللي منكم يعرف الجواب له جائزه. شو الجواب؟ السؤال اول بادي. انا سالتك مره شفت واحد عندي في السناب. صوت عالي لو سمحت. من هالبوظبي. ايه يروحون يصيدون سمك. زين. ما ادري عنده حديده طويله. ايه يغوص في البحر. زين. كل ساعة يجيب سمكه. شو هالآلة هاي مرة ثانية؟ لا صيغ السؤال صح حق لأن هالسؤال صعب بس صعب وما نسوي عليه جائزة. إيه إيه. تفضل أبو خليل. سؤالي إيه ألا وهو إيه عندي واحد من متابعيني في السناب من هالبوظبي. زين. مرة ساير يصيد سمك في البحر. زين. يوم غاص في البحر. إيه. عنده ما أدري حديدة طويلة ما أعرف لأن أنا ما يخصني في البحر. زين. فكل ساعة يجيب سمكة واحدة. إيه. ما شاء الله سمك كبار ويرد ويعطيهم ويرد مرة ثانية ويجيب ما أدري شو هالآلة هاي اللي يصيد وكيف يصيد السمك. والسمك يتم واجف ولا شو؟ كيف واجف يعني؟ يعني يتم مكان ويصير في الحديدة لاصق. والله؟ هي نفس السهم. اللي منكم يعرف الجواب السماء. يراسلنا. هي. مثل السهم يصيد السمك في قرقور يعني السمك ولا السمك؟ لا لا يدخل داخل البحر يغوص. إنزين. إيه ويجيب سمكة. شو من السمك عدد الأنواع؟ ها مو أكثر شيء. والله. والله. اللي منكم يعرف الحل ويعرف الجواب يوافينا بالجواب. طرحنا السؤال إبراهيم وتوفيق. طرحنا السؤال واللي بيجاوب شو جايزته؟ أنا ما أعرف أنت اللي سأل. أنت اللي سألنا مو شنو؟ لا الجائزة على منو؟ انت لا انا شي خصني انا شي خصني انت ليه سائل حد قال لك تسالهم اشهدوا يا من الحضره الحين هو اللي قدم السؤال وانا ما قلت لك روح اسالهم لانك انت ما شاء الله عليك خبير في البحر انا لا ان آله حاد ولا سهم ها اللي يصير فيها السمك آل حاد ولا سهم ولا شو هذه ما ادري بها انا مال السمك اكيد مال السمك يعني بتكون هاي الآلة شو اسمها ما اعرف انا ما شو عرفني في البحر